الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اقرب نعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا متى اصحاح 18 في عدد 21 حينئذ تقدم اليه بطرس وقال يا رب كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له هل الى سبع مرات؟ قال له يسوع لا اقول لك إلا سبع مرات لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة وإذ لم يكن له ما يوفي امر سيده ان يباع هو وامراته واولاده وكل ما له ويوفي الدين فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فاوفيك الجميع فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار فأمسكه وأخذ يعنفه قائلا أوفي ما لي عليك فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع فلم يرد بل مضى والقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما راى العبيد رفقاءه ما كان حزنوا جدا واتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له ايها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لانك طلبت الي اما افما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين زي ما تعودنا في اه اجتماعات اللي بتبقى في ايام الصوم المقدس الصوم الكبير ان احنا بناخد يوم من ايام الاسابيع وبنجعله هو مسار او مجال التامل وبنخلي فيه اه الاسلوب اللي ابتدينا فيه من ست سنين ان انجيل القداس في ايام الصوم بيطرح علينا سؤال قد يكون السؤال بصيغه مباشره وقد يكون بصيغه تلميح وقد تكون فقره الانجيل هي اجابه على هذا السؤال. احنا السنه دي السنه رقم ستة، خدنا اليوم السادس اللي هو يوم السبت ابتدينا الاثنين الثلاث الاربع الخميس الجمعه ويوم السبت هو اليوم السادس في كل اسبوع. فالنهاردة التأمل بتاعنا والجزء اللي أنا قريته في إنجيل معلمنا متى إصحاح 18 هو إنجيل يوم السبت اللي جاي السبت الثالث أو السبت من الأسبوع الثالث في الصوم السؤال المطروح علينا هو سؤال واضح جدا سأل واحد من التلاميذ بطرس الرسول سأله للمسيح مباشرة ووجد إجابة ووجد شرحا ووجد تفسيرا يعني هو سال سؤال مش المسيح جاوب بس جاوبه بس ده جاوبه قدم له مثل شرح وبعد في الاخر قال له زي استنتاج نهائي على الاجابه على السؤال ده. اللي بنقرا منه اصحاح رقم 18 واحبك كده حاجه خارج سياق التامل بتاعنا الليله دي ان في متى 18 عدد 18 الايه اللي بتقول كل ما تربطونه الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. ده عدد 18 18 اللي بيتكلم على سر الكهنوت اللي اتكلم عليه قبل كده وهي بطرس في متى 16. السؤال سؤال بسيط جدا وسؤال بحسب الفكر اليهودي يا رب كم مره يخطئ الي يا اخي وانا اغفر له. الفكر اليهودي كان بيقول ان المسامحه ثلاث مرات فقط. مش ثلاث مرات في اليوم ثلاث مرات في العمر. يعني انا اسامحك ثلاث مرات بس. يعني مره تحصل حصل منك موقف اسامح بعد كده مره ثانيه اسامح ومرة ثالثة وخلصت القصة على كده أما إجابة المسيح فكانت إجابة أولا غير متوقعة لكنها الإجابة اللي بتكشف طبيعة أو شكل أو حياة المسيحية فأجاب كده إجابة جميلة قال له لا أقول لك إلى سبع مرات زودهم كانوا ثلاثة في الفكر اليهودي زودهم سبعة وكان ممكن المسيح يقف عند كده ويبقى اسمه ايه زودهم بالضعف لكن كمل وقال بل الى سبعين مرة سبع مرات وطبعا في اجابة المسيح في الاصل بتاعها مش بتاعة العمر كله دي بتاعة كل يوم كأنها تكرار لكل يوم طبعا سبعة سبعين دي يعني كم مرة 490 مرة قسمهم كده على الايام اليوم الواحد ده تبقى كل دقيقه بقى ولا كل نص ساعه ولا كل ربع ساعه لكن كانت الاجابه مذهله لان هذه يا اخوتي تكشف طبيعه المسيحيه طبيعه المسيحيه كده وده اللي خلى المسيح يروح على طول مجاوب ويبتدي يقول له لذلك يشبه ملكوت السماوات ارجوك تاخد بالك من السؤال للإجابة للسماء. بطرس سأل سؤال المسيح أجب إجابة وبعد كده ربط الإجابة بالسماء فيبقى ده سؤال حياة حياتي للإنسان. سؤال مهم سؤال بيوصل الإنسان للسماء. فالمسيحية ليست مجرد شعارات ولا حتى آيات بس أو كلمات المسيحية وصية ومعاشة والوصية المعاشة لها هدف نهائي هو حياة السماء واحد فيكم يسأل قال طب اشمعنا سبعة هو أول سأل ثلاث مرات وبعدين المسيح جاوب قال له مش هقول لك سبعة هقول لك سبعة في سبعين رقم سبعة في الفكر اليهودي يرمز للوفرة الكسرة وابتدى السؤال لما بيقول له يا رب كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له. كلمه اخي هنا ليس المقصود بها القرابه الجسديه المقصود بها القرابه الانسانيه فكل انسان هو اخ لك في الانسانيه عشان كده مش المقصود بيها الاب او الام او الاخ او الاخت او الزوج او الزوجه او الابن او الابنه المقصود بيها كل انسان في الانسانيه كل انسان دون النظر للاختلافات اللي ممكن تبقى موجوده بين واحد والتاني اختلافات اللغه اللون الجنس الاعتقاد او الدين العرق اي اختلاف يكون موجود اغفر لاخي ده ازاي فبيقرر المسيح السبعة في سبعين مرة ويبتدي يكشف له أن الغفران المسيحي لا يعرف العدد الغفران المسيحي لا يعرف العدد وبعدين يبتدي المسيح يقول له عشان يوضح له الإجابة بقى يقول له على مثل مهم جدا مثل ودايما الامثال للشرح المثل بسيط جدا انه واحد كان عليه عشرة الاف وزنة واحد تاني كان عليه مئة دينار الوزنة دي اللي هي اعلى عملة يعني الوزنة العشر آلاف وزنة بيساوي حوالي ستة الاف دينار والاخر عليه 100 دينار خدوا بالكم الفرق يعني النسبة كده واحد لستمية طيب راح الراجل اللي عنده اللي عليه العشرة آلاف وزنة عليه مديون راح لسيده وقال له كده أنا ما عنديش. قال طب خلاص العقاب بتاعك إن يباع هو ومراته وولاده وكل ما له عشان يسدد الدين اللي عليه. فالراجل المديون ده بمنتهى الهدوء والبساطة يقول لنا كده فخر العبد وسجد له. موقف صعب. وقال له يا سيد استعطاف بقى تمهل علي فأوفيك الجميع خدوا بالكم قال له إيه يعني اديني بس فرصة ودي فرصة يعني طلب بسيط خالص يعني كان ممكن يقول له هدي لك فرصة مثلا شهر ولا أسبوع هدي لك المهلة ده هي مدة شهر أو أسبوع أو أي وقت أرجوك تاخد بالك من عبارات هذا العبد تمهل علي فأوفيك الجميع إيه اللي تتوقعه من سيده التوقع العادي أن يقول له خلاص أعطيتك مهلة شهر تسدد تدبر نفسك وتيجي تسدد عليك المفاجأة والنظرة المسيحية وما يريد المسيح أن يعلمه لنا مجرد ان قال له تمه يا سيد تمهل علي وفوفيك الجميع الايه اللي وراها على طول فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين هذه نسميها يا اخوتي رحمه السيد العجيبه فعلا حاجه عجيبه ده الراجل كان كل احلامه ان تدي له فرصه اما انك تديله أكثر وأكتر وأكثر تحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين هنا إجابة السيد المسيح على العشرة ألاف وزنة تساوي الإنسان فينا بالعشرة ألاف خطية لو افترضنا كده حياة الإنسان عمل فيها عشرة ألاف خطية افتراضا فده معناه انه مديون للمسيح بهذا العدد الكثير او الكبير طب والمسيح بيعمل وين ايه بالمجرد بنطلب رحمته يا رب ارحم عشان كده احنا بنكررها في صلواتنا كتير كيريا ليسون معناها انه على طول يتحنن السيد ويطلق الانسان وعايز يقول لنا هنا أن غفران المسيح لنا هو بلا حدود. اتقدم واطلب رحمته يغفر لك. وإحنا بنقول كده دايما في صلاة أبانا الذي صلاة الربانية واغفر لنا ذنوبنا ها كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا مشروطة. واغفر لنا ذنوبنا يقول لي أنا جاهز. أنا جاهز. ده بيعلمنا إن كل خطية نرتكبها هي دين علينا أمام الله. وضمير الإنسان هو الذي يؤنبه أو يوقظه أو ينبهه أو يخليه الإنسان يراجع نفسه. علشان كده دين الخطية كبير ودايما الإنسان الخاطي أو الخطاه مدينون ومفلسون وعاجزون حتى عن السداد هسدد لربنا ايه قدام خطيتي هسدد ايه لا أمل غير ان اقول له ارحمني هذه الصوره اللي لنا المسيح في مثل هي بتقدم رحمه السيد العجيبه امام الانسان الصورة الأخرى بقى أو المقابلة يقول لنا لما خرج ذلك العبد طبعا خرج فرحان ده الدين اتشال من عليه خرج زي ما بنقول كده مزقطط يعني ده كان عليه عشرة ألاف وزنة وفي كلمة من السيد ومن حنان السيد خلاص ده كان هيتباع وهتتباع مراته ويتباع عياله ويبقوا عبيد وحكاية كبيرة كل ده خلص طيب أنت نلت هذه الرحمة العظيمة ماذا ستصنع بها الصورة الأخرى يقول لنا كده خرج وجد واحدا من العبيد رفقاء واحد زميله مش واحد أعلى منه لا واحد زميله في مرتبته وجد واحدا من الرفقاء وكان مديونا له بمائة دينار قلت لكم المئة دينار يقابلوا ستة آلاف دينار في العشر وزنات اللي اتذكروا في الأول يعني النسبة واحد ستمية مثلا طيب وبعدين قال له عليك كام قال له عليها مئة دينار ومئة دينار ده رقم زهيد للغاية يعني فرد عليه كده وقال له شوف بقى ال يعني الصورة التصويرية للمثل أمسكه مسكه يعني بعنف كده وأخذ يعنفه قائلا أوفني مالي عليك فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أوفني مالي عليك واحد مسكه من هدومه كده ناحية رقبته كأنه هي يعني يخنقه ويقول له أوفني مالي عليك وأرجو أنكم تتخيلوا ويايا إن هو لما خرج من عند السيد كان بقيت رفقاءه مستنينه يعني الكلام ده قدام ناس مش بينه وبينه حاجة واحدة كده وأخذ بعنقه قائلا أوفني ما لي عليك فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين وهنا العجب يا إخوتي ده أنت لسه واخد رحمة قد كده ده لسه بلغتنا لسه ما بردتش ده أنت لسه معفي من هذا الدين اللي كان قصاده حياتك وأسرتك ومراتك وعيالك والسجن قد كده الإنسان بينسى نسى نسى نفسه نسى نفسه رغم أن الله رحمه هذه نسميها قسوة العبد المخالفة الأولانية رحمة السيد العجيبة ودي قسوة العبد ودول اتنين زمايل اتنين أصحاب يمسكوا بقسوة واحد و يقول لنا اخذ بعنقه نوع من العنف واخيرا قال كده القاه في سجن نسمي ده ايه تسموا الحكايه دي ايه شخص عنده خطا المثل بيرمز له بالعشره الاف وزنه والسيد يرحم ويطلقه سعيدا واخوه اللي في نفس الموقف وان كان اقل منه بكثير كان الدين صغيرا ولكن كان العبد رفيقه قاسيا لازم نعرف كلنا ان القسوه شر القسوه شر ودايما زي ما بنصلي في نص الليل ودي ماخوذه من رساله يعقوب ليس رحمه في الدينونه لمن لم يستعمل الرحمه وده اللي بيخلينا في فتره الصوم الكبير نرتل المديحه طوبى للرحمه على المساكين ورتلها باستمرار هذا العبد الذي رحمه الله كثيرا سقط في خطيه إذلال رفيقه بغطرسة وبكبرياء في حين ان المحبة هي اساس كل العلاقات والرحمه هي اساس العلاقات الانسانيه والعلاقات اليوميه ولكن كثيرا وهنا بقى النقطه اللي تراجع فيها نفسك كثير الواحد ما يعرفش يقول انا سامحتك تبقى كبيره قوي تبقى في مشكله ما بين طرفين ويحلها كلمه واحده فلان انا سامحتك كلمه سهله خالص حروفها معدوده ولكنها تحتاج طاقه كبيره انسان رحمه الله او رحمه السيد بهذه الوزنات الكتيرة كانت عليه وأطلقه والله يرحمك كل يوم ويغفر لك خطايا كثيرة ودايما نشكره ونقول له نشكرك يا رب لأنك سترتنا طيب يعني بما أنك بتشعر بستر الله وبتشعر بأن الله يغفر لك خطاياك وخطاياك الكثيرة يرفعها عنك طيب ما تنظر لمن حولك بص لمن حولك وزي ما بنصلي واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا وبقت الحكايه ثلاثيه الله وانت والاخر بتعمل ايه في الاخر؟ ما تصنعه مع الاخر سيصنعه الله معك ما احنا قلنا ليس رحمه في الدينونه لمن لم يستعمل رحمه يعني اجي اقول له يا رب ليا رصيد رحمه عندك قد ايه؟ يقول لي انت عندك رصيد رحمه كبير خالص. او واحد تاني يقول له انت ما عندكش رصيد رحمه خالص فكيف ارحمك وكيف اغفر لك؟ هذه القسوه اللي في المسال ده اللي بتحكي عن عبدين بهذه الصوره مجرد ان السيد يعلم ويعرف ان العبد الاولاني ارتكب هذا الخطا تاني يقول لنا الكتاب كده فلما راى العبيد رفقائه اللي كانوا واقفين وشايفين المشهد ما كان حزنوا جدا واتوا وقضوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى فالسيد جاب هذا الانسان العبد الأولاني وقال له بقى العبارات التالية: أيها العبد الشرير في الأول ما قالوش أنت شرير خالص لا المرة دي بقى أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي مجرد طلبت أفما كان ينبغي أنك أيضاً أنت ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا والآية دي آية 33 18 33 الآية اللي هي يعني بنسميها لب القصيد الخلاصة بتاعة إجابة السيد المسيح على السؤال السؤال اللي موجه لنا كلنا يقول له كده أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك اللي قدامك اللي شايفه بعينك اللي بينك وبينه معاملات صغيرة بالنسبة اللي بيني وبينك بين الله وبين الإنسان رفيقة كما رحمتك أنا طبعا فيش إجابة هيجاوب يقول إيه وغضب السيد وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان عليه وهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته هي خلاصة المثل هنا غضب السيد وبخ العبد على قسوته و قدم لنا تحذير احذر عدم مسامحة الآخرين احذر عدم غفران للآخرين وبنقدر نحطها قدامنا في اربع افعال رئيسيه ارضيتها المحبه. اذا كنت تحب الاخر فانت تستطيع ان تغفر له وان تسالمه وان تسامحه واخيرا ان تنسى له. عايزك تنسى تاخد بالك من حاجه. السيد لما قال للعبد الاولاني قال له خلاص العقاب بتاعك كنت انت وعيالك كله يتباع خلاص يقول لنا ان السيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين ونسى والسيد نسى عندما نتقدم بتوبتنا ونطلب رحمه الله من اجل ضعفاتنا وخطايانا يغفر الله لانه يحبنا ويسامحنا ثم الاهم من ذلك انه ينسى كل هذه الضعفات عشان كده فترة الصوم المقدس هي فترة من أجل هذه الأفعال. إحذر لألا يكون هناك عندك أنت في حياتك عدم غفران قلبك قاسي. وعايز أقول لكم حاجة مهمة أوي إن الزمن اللي إحنا بنعيش فيه ده بصفة عامة صار قلب الإنسان قاسيا. كان زمان زمان يعني مش ايام المسيح زمان يعني مثلا من خمسين سنة من اكتر من كده بشوية قلوب الناس فيها حنية شوية قلوب الاباء والامهات الخدام والخادمات حنية لكن اللي في الازمنة الاخيرة ده هي لان من كثرة الاسم من كثرة الاسم تبرد محبة كلمة تبرد محبة الانسان ويبرد الانسان يعني يبقى قاسي يبقى ناشف قلبه قاسي وقسوه الانسان تحرمه من ملكوت ودي معادله مهمه وقت الصوم الكبير بكل ما فيه من وسائط روحيه وممارسات كنسيه بنعملها يمكن ان نقول هو وقت لكي ما يحنن قلبك يجعل قلبك رحيما ويجعل فيك الحنيه اللي قال عليها كده تحنن سيد ذلك العبد تقوم في ايام الصوم على امتداد الصوم كله تمتلك القلب الرحيم وامتلاك القلب الرحيم يبان في معاملاتك معاملاتك اليوميه شيء مهم خالص ان ما يرتكبه الآخر في حقي قليل جدا أمام ما أرتكبه أنا في حق الله يعني كل واحد فينا مديون قدام ربنا كتير أنت لما تقعد كده تراجع نفسك وتراجع حياتك وتراجع قلبك وتراجع خطاياك وتراجع سهواتك وتراجع ضعفاتك وتراجع تقصيراتك تلاقيك مديون عند ربنا بالعشر تلاف دول لكن تنظر الله في ذات الوقت يتحنن عليك ويطلقك ويترك لك هذا الدين بس بشرط واحد بشرط واحد انك تصنع نفس الامر مع الاخرين فتره الصوم عشان نراجع نفوسنا فتره الصوم لا يليق فيها انك تكون متخاصم واي حد خالص، فترة الصوم فترة علشان تقدر تتسامح ويا الآخر وتقدر تمتلك هذه القوة، أصل الصوم بيعطي الإنسان قوة إرادة، ما أنت طول النهار بتقول أنا صايم، وبتنتظر القداس غالبًا من واحدة لثلاثة في كنايسنا وبتبقى طول النهار في شغلك وفي مدرستك وفي دراستك وفي عملك وفي خدمتك بتمارس مجهودك العادي. وبتتعب شويه كده ولو حد قدم لك حاجه بتقوله يعني بتعتذر بلطف كده انك انت صايم. وممكن مع الحر اللي موجود عندنا ممكن تبقى عطشان وبتقول لا. وبتقوي الاراده. هذه الإرادة يا إخوتي استخدمها أكثر وأكثر في أنك تسامح الآخر ما تخليش لك علاقة مع إنسان فيها خصام ولا فيها زعل ولا فيها ابتعاد ولا فيها آه يعني شكل من أشكال عدم القبول انتهز الصوم كده وإلا هيبقى إيه الفايدة ابتديت الصوم وخلصت الصوم واللي انت زعلان منهم زي ما هم وانت زي ما انت وما فيش حاجة اتغيرت تغيير الأكل مش معقول الأكل ده هيكون السبب انك تروح السماء انتبه انتبه أيها الحبيب وإلى كم مرة أغفر لأخي هل إلى ثلاث مرات يقول له لا ولا حتى سبعة ده سبعة في سبعين مرة ورقم كبير يعني رقم بلا حدود ورقم قدام الإنسان يجعله نمط الحياة بتاعته زي ما قلت الغفران المسيحي ليس له حدود وقضايا كثيرة سواء على مستوى أفراد أو أسر أو على حتى مفترض شعوب كلمة يسامح دي كلمة عايزة طاقة قوية جدا وليست متوفرة عند كثيرين ولكن الذي يعيش ويرغب أن يبقى له نصيب في السماء ويبقى له رحمه عند المسيح الهنا هو السبيل الوحيد انه يغفر للاخر ويسامح الاخر. اعرف ان احد نواتج الخطيه انك لا تسامح الاخر، قلبك ناشف مش قادر لكن قلبك التائب يقدر يسامح الاخر ويقدر يعفو عن الاخر وفي المقابل تجد هذه المسامحه موجوده من الله و ورحمته تمتد إليك مهما كانت خطية الإنسان حط سؤال النهاردة وراجع عليه نفسك طبعا إحنا يوم الحد الجاي هيبقى حد الإبن الضال يعني في ثلاث أسابيع عدوا من الصوم الصوم كله حوالي ثمانية فيعني الصوم بيجري بسرعة كده خد بالك وابتدي أقعد ويا نفسك قابل أب اعترافك راجع نفسك في هدوء كده وراجع علاقاتك مع الآخرين واعرف أنك يمكن أن تسامح بنعمة المسيح الآخر ليس سبع مرات ولكن سبع إلى سبعين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد من الليل

Nē, nē, es gribētu uznēt, ka ir nē. Tev sevi un nogādīt, tu domā, ka esi redzējis, ka nav ķerāpgim kori. كريالي <applause> سون كريالي سون الله علينا وباركنا وزهر علينا وارحمنا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم باشاره الصليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في ولايه الاله القديسه الطاهره مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريا والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عمال غير متجسدين والشاربين والصيرفين وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب عملهم صالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة قديسي هذه الكنيسة وبركة الصوم المقدس وبركة أمنا العزراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بن أمين أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماء قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير سوى ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جمعكم أمضوا بسلام سلام, سلام الرب يكون مع جماع.